قبيلة ذو إسحاق من القبائل الأزوادية التي قاومت للاستعمار الفرنسي والمالي أشد المقاومة، وتعرف هذا القبيلة بشجاعة والشهامة وحب الأرض. وعاشت وإسحاق حياة بدوية عريقة في الصحراء الكبرى منذ آلاف السنين، ولا يزال بعضهم إلى اليوم متمسك بنمط العيش هذا بسبب التهميش الذي عانوه من الدول التي تقاسمت أراضيها. ويقع موطن الدو إسحاق في إزواد، وهناك بعض من فصائل القبيلة ينتشرون في جنوب الجزائر وجنوب غرب ليبيا وشمال آل نجر. وتمتاز مناطق الدو إسحاق في دولة إزواد بأنه المناطق الصحراوية الأكثر جفافا والأقل سكانا من غيرها من مناطق الدو إسحاق في الدول المذكورة مثل الجزائر وليبيا. والإسحاقيين شعوب مسلمة من أصل سام احتفظ بهويته الحضاريات الأصلية والتلوى ساهت هي لغتهم الوطنية.